السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على حسام عوار. يعني حسام عوار اليوم وين امس يعني يوم الخميس وين يساهم في تأهل نادي روما الدور يعني الدور الأوروبي وين سجل الهدف الرابع عن طريق ضربة جزاء وين دخل في الدقيقة 71 ولعب يعني دور كبير وسجل الهدف في الهدف الرابع عن طريق ضربة جزاء وين أمام زروقي نادي تاع روتردام تاع اللي يلعب فيه رمزي زروقي. حسام عوار، كي نذكر حسام عوار نفكر بزاف صوالح ناس يعني اللي كانت تسب فينا، الناس اللي كانت عايش فينا، ماشي جزائريين والله ما جزائريين، الناس اللي كانوا يعني مشوا في مشروع بعدم جلب لاعبين. وقلت لكم حسام عوار هو العقده. الى حسام عوار جا الجزائر غادي يجوا موراه بزاف لاعبين، وجاو بزاف لاعبين موراه، تعقلوا عليها مليح. نقول لكم ناس كانوا يحاوزوا في عوار ويحاوزوا تعقلوا يعني هذا ابو كلب هذا المخنس بزاف 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 بزاف، ويخدموا باسم عوار ومن بعد ولاو يخدموا باسم عوار ومن بعد عاودوا ولاو يخدموا باسم عوار ومن بعد اختو كيفاش؟ حنا الحمد لله يا ربي كان عندنا مبدا، وخالو عائلة تاع عوار يعرفوني مليح، كان عندي مبدا وكنت عارف بلي عوار يجي يلعب المنتخب الوطني والناس تصفق عليه، والكلاب هذو اللي كانوا يمحوا عليه يسكتوا عليه ويدخلوا للصف وشاهدناهم دخلوا للصف نورمال عادي. حسام عوار جزائري ابن جزائر، ناس وين راحوا ولاو يعايروا له هذاك بو كلب هذاك وين عايلوا الام تاعو بعد خرج يطلب السماح، مازال خالو عمر يبحث عليك والله العظيم والله العظيم يا بو كلمة. قال لي ماني طالع وما يطلقش واحرز روحك لك، انا نقولها لك خاطر انت جايح تعايله بامو نهار عايلته قلت له يا ولد الهجاله تعقل عليها. عوار اليوم تايا تشيت له انت اللي كانوا يعايروا كاع تشيت له نورمال وشيتوا له نورمال نهار اللي قال لك غادي يجي الجزائر كاك ما صيتو جاي. احنا قلنا لكم النهار الاول وكان عندنا مبدا وكانت عندنا كلمه باللي يجي يلعب الجزائر ولعب في الجزائر. عوار لي ربع مرات يريفيزي بطل العالم، ريفيزا بطل العالم ربع مرات وراح مرغم، راح ليسونسيرمون مرغم منتخب فرنسا، راح مرغم صح. نتوما قعدتو تستغليتوه قعدتو تعايروا فيه، خاطر شكون هو المدرب اللي فتح اللي شعل الضوء الاخضر عليه ولا من بعد قال لكم ربع سنين وانا نتبع فيه يا ودي بغينا نهضروا صايك ربع سنين قال لكم ربع سنين وانا هو يعاير فيه ومن بعد قال لكم ربع سنين وانا نيغوسي معاه ربع سنين بولي نوضه من القبر بولي نوضه من القبر. قال لك المدرب هو اللي جاب اللعابه من بعد نكشفوا شكون اللي جاب اللعابه من بعد ما تعرفوا ما تعرفوا مشي دروك ما تعرفوا مليح. ويساهم اللاعب المنتخب الوطني الجزائري حسام عوار سهرة يوم الخميس في اقتطاع يعني ناديه الايطالي روما بطاقة العبور الى الدور الثمن النهائي من منافسة يعني اوروبا ليج. وتأهل النجم الدولي الجزائري حسام عوار ورفقائه من نادي روما الى الدور المقبل من المنافسة الاوروبا ليج ذاتها على حساب نادي يعني روتردام الهولندي الذي يضم في صفوفه محارب الصحراء رمزي زروقي. وشارك عوار بديل في مواجهة الفريق روتردام الهولندي بعدما دخل أرضية الميدان في الدقيقة 71 ما كان يعني حيث كانت تشير نتيجة اللقاء إلى التعادل الإيجابي هدف لهدف. وإذ انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي والنظر للتعادل الفريقين في مواجهة الذهاب بهدفين مثلهما كانت سلسلة ضربات الترجيح في هي الفاصل يعني لتحديد البطل. وشارك حسام عوار في تسديد سلسلة ركلات ترجيح وسجل الركلة الرابعة بطريقة رائعة مساهم في انتزاع بطاقة العبور كتيبة الذئاب إلى الدور المقبل
من اليوروبا ليج، وبدوره شارك لاعب المنتخب الوطني الجزائري الآخر رمزي زروقي بديل في صفوف فريقه الهولندي روتردام، ودخل أرضية الميدان في الدقيقة 59. ورغم الدقائق التي لعبها زروقي في مواجهة نادي روما الإيطالي، فشل في منح الإضافة اللازمة لمساعدة فريقه على اقتطاع بطاقة التأهل إلى الدور الثم النهائي من منافسة الدور الأوروبي. وشهدت المنافسة الأوروبية ذاتها تأهل النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر رفقة ناديه الإيطالي أبسي ميلون إلى الدور المقبل. وزيد على ذلك وشاهدنا عمورة كذلك يواصل المهاجم الدولي الجزائري محمد أمين عمورة توجهه للافت من المباراة إلى أخرى رفقة ناديه البلجيكي. وقع لاعب المنتخب الوطني الجزائري محمد أمين عمورة أمس الخميس رصيد مساهمته في تسجيل أهداف لنادي ناديه عندما شارك في المباراة منافسة الدور المؤتمر الأوروبي، وصنع محارب الصحراء الهدف الأول لفريقه البلجيكي في الدقيقة 31 بعدما منح تمريرة حاسمة لزميله. ووصل عمورة إلى تمريرته الحاسمة الرابعة بألوان نادي بلجيكي والخامسة له باحتساب صناعته للهدف مع فريقه السويسري السابق أبسي بداية الموسم الكروي الحالي. وبات عمورة يساهم في تسجيل هدف أهداف لناديه البلجيكي خلال كل 83 دقيقة، ويتصدر لاعب الدولي الجزائري قائمة هدافين فريقه، ووصفه المسجلين أهداف في البطولة البلجيكية برصيد 16 هدف وتمريرتين حاسمتين في 19 مباراة لعبها في المنافسة الدور البلجيكي لكرة القدم في الموسم الحالي. ومن مجموع 31 مباراة خاضها مع فريقه وإن على الصعيد المحلي والأوروبي يكون لاعب المنتخب الجزائري قد ساهم في تسجيل 25 هدف، وعلما أنه هز شباك منافسيه في 20 مناسبة. وكان محمد أمين عمورة ورفقائه قد تعادلوا إيجابيا بهدفين لمثلهما في منافسة الدور المؤتمر الأوروبي عندما واجه زملاء مواطنه فارس الشيبي في نادي أندرلخت الألماني. ومن شأنه وصلت صاحب شأنه والتأهل ناديه أن يثبت مكانته في المنتخب الوطني الجزائري مع المدرب الجديد، والذي من منتظر أن تكشف الباب هويته عن قريب. شو عمورة هذه نقولوا باليوم ونشوفوا بأن لاعبين هذو شو كيما أنت عندك نبقى حاير، واحد كيما عمورة ما تعرفش توصفه، واحد كيما الشايبي ما تعرفش توصفه، واحد كيما عوار ما تعرفش توصفه. قاعد تلعب لي انا في لعابه كيما شغل بقره شابت رومي، يا لعابه اللي صابهم في 2019 قاعد غير هما قاعد غير هما وين هو الشيطان. ناس الطير احنا قاعدين نرجع رجع 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 الناس خدمت بعد يوكل خطا يسيب بسبايب نعلي خرجنا معك من الكاميرون يو كاش اللي هدر له على عموره وحده تقال لهم عموره صغير انت ما لعبته ما شفته تقولنا عموره صغير ما لعبته ما شفته الشعب اللي كان يقول لك لعب عموره من حقه يقول لك لعب عموره خاطر يعرف عموره إيه بزاف سؤال حسبناهم لا اله الا الله محمد رسول الله ما دمي واحد وتا يحصل في الغاشي قاعد يحصل في الغاشي وين صاحبي ابن دمي قاعد يحصل في الغاشي يقول لك او فلان يا ودي يا ودي اشتركوا في القناة.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتو.